صدمني، قال بعد بكره التحدي اول جوله لك. قلت شلون ما تاخذ معك؟ اعطني اعطني احكام بدون حصانات، اعطني احكام بسرعه. ولا ليش اطلب من اورنس خالد احكام؟ اطلب الاورنس ست حلقه بفلافل. لا 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 ما بي فلافل، ما بي ما بي ما بي ما بي ها ما بي ست حلقه. طيب لا لا اورنس عندي فكره، ايش رايك اطلب لك برجر فطور من ستاربكس قهوه وفطيره؟ يا اخي يا اكلناك مشيناك سوينا يا اخلص علينا اخلص اخلص حصانه حصانه عادك في عازك الحصانه انت غبي انت. يا ولد اخلص علي حصانه علق حصانه خلوه ده اصلا اللي حكم ولا انت ما تحكم ولا تحكم علي خلاص اعطوا احكام وخلنا ردنا ردنا على خلود ها انا حصانه على خلود على ما وش عموما انتم ظهركم راعين طويله انا بطلع عموما يا نوره ما بي الرقم والجوال واليوم اني بغيت شبك تعال تعال ارن يلا بولا يا رب دقيقه دقيقه لا تعال 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 دقيقه دقيقه بوريكم شيء بس وين 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 يونس اسمع 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 يا رب اسمع الاول تقف استعداد من جوله كامله ايوه يا رب هذه قصيده كتبتها وانا في تايلاند يقول يغيب النور عن وجه البشوش وتثمر الاحزان الله. على خد الحزين وعزمها المنهار قدامه يموت الصبر بأسباب الحنين وكثرة الكتمان ويعم الصمت في آخر مراحل في آخر مراحل وهامة توقع حلوس تك ويقين وخلفها الطوفان ما دام الحب في حكم الوداع وآخر أيامه شعور يسرق البسمة يذبح بلها والضميان شرب من كاس خيبات الأمل حق والله قصيدة ليتك والله ما كتبتها يا رجل في تايلند ليتك والله ساكت ذاك اليوم صدق كان قصيده يا ولد ما قصيدتي يا اورنس اورنس علي الحرام يا قصيدته انه ما تش اورنس اورنس علي الحرام بما انك شاعر ايش رايك في قصيدتي انا قلت له قصيدتك مخنزه لا تكفى لا تقولها الله يرحم والديك مره ثانيه لا عادت هي ولا عاد ايش اسمه تقول ذا القصايد الله يرحم والديك يا صح لسانك لا ما انت مصير شاعر ولا حتى ايش رايك يونس شاعر جزل يا رجال اتسلك لي يونس والله انا معطي يونس ميوت ما ادري متى اعطيته والله دوما تاكل طول قصيدتك ما اقولها عند الباب بقاله قصيدتي ابري اقول لك شيء والله انها قصيده ترى يلا هلقم ويش لا والله انا قصيده خلود ما عليه خلود تكون مي على قصيده يونس يلا اسمع هي مي على قصيده على اللي قولها تو قلت لا لا ان يونس القاها بعد قالها معي لا 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 ان يونس من اي زينه من ورز منك مي زينه يا رجال لسانك العذب لا تسمع السفهين روح روح انت اخو العيال روح تو القمر بان بان فرعون جماعة تبون فقرة اجيب لكم فقرة اجيب لكم فقرة مجنونة تبون القمر بان بان وادركنا معنا العنوان أدركنا معنا العنوان أبمشي ليلي سهران نرفق على حالي
طبعا يا جماعه الخير يود ليش ما يشحن اليوم يت لو افصله اذان نهض فيه انا لو افصله طفى كم فيك كم ما ادري شفت دقيقه كيف اخليها انعكاسيه انعكاس حلوه شوف بين بجمال بين بين يا جوك معلق ها كذا تمام صح كذا افضل صح يا عندي كوشي نزعج الناس كذا حلو صح في نجوم الليل في نجوم الليل والدنيا ظلام هلا هلا ومرحبا تعالي جت ما صدمة عمر تعالي شو اسمك انتي ما شاء الله لابسه سماعات الطيران يلا تسلمين عليهم يلا خلا تسلم عليهم تعالي 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 هنا 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 شو اسمك علمين باسمك هذا طيب ما بسماعات حقت برد احسب انها سماعات انا هذا حقت برد ما شاء الله كتكيت شو اسمك يلا بلا شو اسمك ها ها هلا هلا يلا يا هلا سلمي عليهم سولفي تهمزني تقول له تهرج يا هلا مستحية تصبرني انت مستحية صح انا معنو يسكل ابوهم قول هذه من هي تعرفين تقرين قولي كذا تعرفين تقرين يلا ها 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 اقري يلا تعرفين تقرين يلا تكلمي ها تكيت يقولون كل ابوهم جاتي مستحية صح؟ ودالة يلا سوي لهم قلب يلا عشان روح سوي سو كذا سوي كذا خلاص بتقولي لهم شيء؟ قولي يلا يسعدكم يلا يلا قولي لهم يا الله يسعدكم الله الله قولي الله قولي الله ليه؟ ما تبين حلامت يلا مشينا يلا يلا تروحين عن يعني دلال ترسل لك قلب تقول يلا اعطيها قلب لا لا سوي زي كذا سوي لها قلب ومشينا يلا سوي زي كذا يا وجدا مستحي عندي صح وجدة أجودي أنت ها أرسلوا سكالب شفتي قول شكرا حرام عليك الناس يهدون وما تقول شكرا قول شكرا يلا قولي شكرا مستحية منك هي أي مستحية مني أنا إيه أنا أحسب أنا من الجم خلاص خلاص عادي يلا مشينا يلا غازي يمسك البشت البشت يا زها
اسرح اسرح يا مدرسة الله يعطيك العافية. خلي القلوب اللي تسوينها مع صباح الله تسوي قلوب. اسرح اسرح يا مدرسة حلي واجباتك بس قلوب مع الصبح. اسمع انا بجيب لكم شكل وجهي. يلا لا لا تجيب شكل. ليه؟ جيب تميس وجيب هذه خطوش. لا الهوش. لا لا ايه لا جيب لي من شو اسمه جبنا فول الطائف. يلا يلا جب يا ولد. طيب تتركون انتم هنا خلاص. ايه اسف اسف على التأخير صار لي ظرف طاري. أيها العلوم الله تسرك اللبس بس أساوي يا أسلم. يا ولد دور سالفة. يا ولد دور سالفة. دايم غازي عندك سؤال توجه الفرعون بجمان. عندك سؤال؟ عندي سؤال. وش هو؟ ودي اسمع سالفه سامعها قبل. ايه ودي اسمع سالفه منك سامعها قبل ما يجي السالفه توقلين تقول. الله وش وش ودي اسمع سالفه منك. اسمع سالفه منك سامعها قبل. سامعها قبل. ايه ما يجي السالفة ذوق ولا طعم؟ ذوق. ايه؟ ما يجي يلا ودي اسمع السالفة منك سامحة قبل ما يجي السالفة ذوق لي طولة. يلا هلقم 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 بس يا رجال تحسب الدنيا سهلة. يا لا 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 يا لا لا دقيقة ثراني أنا مرموع دقيقة. قول عبيد الأول كم تقييمك للبث؟ بس ما عندك مشاركة؟ قاعد بجي قطر. ما ادري اذا جمهور شوف بتجي بعيد بجي بعيد. شوف يعني بس البث لو صرت مستانس انت كلنا فلها. الله العظيم انك كفو. الله انك يا ليالي يا ليالي قالوا ان العب عوني ما يجي للشوق ولي ضاقت هدنا نقفل ونروح نبكي.
الله عليك، والله كلام، والله كلام كبير يا اخي. يا اخي هذا بلش، كيف كيف بتوان كم انت ساعدني ساعدني الله يعطيك العافية. لا 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 الله يعين، الله يعيني، والله أدري إن الله يعين، والله لا يتكلنا على زيد وعمر. الله يعين. غادي طلعت شيمن، شيمن شيمن انت مجنون. انت مجنون اوك حسين لو جاء كان سمعت الأسد. مريض أنت وأنا صادق. لا 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 زرا 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 الأسد حسين بكوي الأسد. حسين 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 أطلبه أسد لو سمعت يعني فرعون. راسي ريدي مصدع وكلهم بلعبت فيني الظاهر، والله العظيم لعبت فيني. الصدق انت كفو بغيت ولا بلغت كيفك. ما عليك ما عليك زود تزرنت لا لا عشوة. هكرتك أجل ما شاء الله. يود متى نسمع صوتك؟ متى نسمع صوتك؟ لا سماجة يا أخي عجل. اسمعوا بقلوبكم
الكم يا وليد. اي كيف شفت فقرة وليد؟ دخل ارجده في سؤال. بس فيها الفين والله مستغرب. انا مستغرب تبي اشرب ازقي والشاتر. اسئلة قدام روح اسلم. وش اسلك اسلم قصدي. والله ما ادري تكرهها في الإنسان. شوف ذا النفس أو إنه يكون ضعيف نفس أو إنه يكون ضعيف النفس. ضعيف النفس أحد يحبه؟ لا. واللي شايف النفسه؟ لا. ها شفت؟ صح الحاجتين هذي. والله العظيم وش أكثر صفة تكرهها في الناس؟ طيب بسيطة. أنا كيف قريتها؟ أنا كيف قريتها؟ اشرح لنا ضعيف النفس. ضعيف النفس اللي ضعيف النفس تعرفون انت ضعيف النفس هذا. الله اعلم. انا خلاص شبدي انا تعوير من ضعوف النفوس هذا ما ادري انا بس انت افكار شبد. الانسان بالله ليش الصفة اللي ودك تكون فيك؟ اكل الوصوف الحسنة فيني يا ربي كالحمد لكن الصفة اللي ما هي فيني وش دقيقة اصبر دقيقة. كل الصفات الجميلة فيني كل الصفات الجميلة فيني لكن الصفة اللي اتمناها ولا هي عندي اني اكون حليم. حليم تدري وش بجمان؟ مش احذر من الحليم اذا غضب. صح ولا لا؟ كلام صح منحت. والله العظيم اتحداك فرعون انك تجيب نفس الاجوبه هذه. تبي ولا بلغ؟ يلا ابلشك انا اصكك في حليم. صح صحيح كلامك تسلم الله يطول بعمرك. وش حليم؟ حليم حليم احذر من الحليم اذا غضب. الحلم يعني الصبور. يعني الصبور
انك عصبي. او فيه صفة ثانية عادي اذكرها ولا اقول عطني السؤال اللي بعده؟ انت لازم تبعث المقدم عشان ينصدم صح؟ يلا 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 بيلخمني الحين بسؤال شو ليه بعد لبه شوف تسهل دائما راينا بلبل علي بالحرام ثم علي بالعربي راح بالي دبيت والله ايه حلو كفو 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 تدري ايش تذكرت؟ اليوم الصبح أسأل ليش؟ لن يا طويل العمر أبي رأيكم، لأني أنا أقدم لا لا ما بكذا لا لا بجماعة رد دبلوماسي لازم ولا دبلوماسي لا يا طويل العمر أبي رأيكم لأني أنا أحبكم وش بعد أحبكم ويهمني رأيكم ولا ولا كان ما سألتكم القم ولكم دلال يا راسي صدع يلا لا تجعلنا موقف حرج. أقولكم حاجة يا جماعة تصدقون شو اسمه تصدقون يا جماعة إذا تبي راية آينة أيوة ايوه اص بيجي بعيد ايوه تبي راينا وش هو نفس الراي المرة لا إذا أنت نسيت جانا حمود بس يود أنا أقرأ لي كلام يلوع الكلب مثل حنب ديز تبعيد
ايه مرات الكومنت شخصانها معي ويكون مشكلة، فأنا أسكت، فأنا ألتزم الصمت احتراما للعشرة اللي بيننا، ولا علي بالحرام ثم علي بالحرام اني لخربها، اني لبيع على قولة لبيع يا طويل العمر. تعال أسألك مثلا أسأل، مقصدكم ما فيه في الدنيا هذه غير أنتم، أقصد ناس أدب، ما هو أنتم. ناقتي يا ناقتي لربع على سدس، شاوريني لنا هكا. ناقتي يا ناقتي لربع، طول العمر كم عندكم جدار في قطر؟ يعني أبشتري بشتري جدران. كم؟ أنا وجو لا 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 مو كلايا، لا داك الله بالخير، خلنا أصحاب. إيه أصحاب أصحاب قبل نقفل الباب أصحاب. لا خلي يا تبي العلم أحباب، لا أحباب ما يجي يا شيخ. من حشمنا عندنا معجون، والله لقلب عليكم كلكم.
صمموا يا جماعه. اول واحد ما صمم والله تعبت. فيزم معلق طافي يلا. ها طافي معلق هنا معلق. لا ولا لا احلف والله هو معلق يعني. ما ادري انا ما جوالي طافي. ذمه معلق. بالله الدخلة علقت يوم جيت افتح الباب. الله يا قلب انت ليش ما رجت؟ ما انا ما ادري انا اشوف جوالك هنا. انا بيجيني علم الصدق. ايه معلق باش. ثاني مرة ثاني مرة ثاني مرة بجوان ثاني مرة. شوف 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 كيف كذا تمام جماعة كيف كذا. شغل شغل كيف كويس وانا ما ضبط بالله كيف اخي انتم الشخص الصدوق وانا اسأله جواك طفى ايه ثم هون شوف الشبكة هاي تشتغل فرعون اذا ما علق ارسل وردة قهروا تكفوني ويلكم ولا كنا
كلام. كل قهل رياجيل 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 أعمارهم على أرحب وردة حيا لعينك قهرت رياجيل الحين كلمة واحدة تقهرني رجال بلغ بس سلام بلغ بلغ يا من عضيتك العلم أخذه دقه وجله حط أمرك هنا تبون ولا بلغوا يحتمل الوطيس عطني الفروة الخرم يحتمل الوطيس على يبال حرام طيب غزالين تشوفون شخص ما عمركم شفتوه في الحياة تقول هذا من هو هذا من جاء هذا من هذا ما نعرفه هذا أول مرة نشوفه هذا بجني هذا جاء من جاي هذا الدفع على هذا أول مرة نشوفه في الحياة في الدنيا كلها تستغرب الله يعطيك حسن هات ويا تنصدمون تقول هذا من هو هذا ما نعرفه أول مرة نشوفه في الحياة شني أنا فطور برد برد ايه جماعة ختامي يتبث قاعد انجلف ادلف عن النور صورة جماعة تحية لفرعون تحية لكم انت تحية لجيش التكبيس تحية للمشاهدين تحية لكم يا الله الله لا يحرمني منكم جعل الله جعلنا الروح سوا انا وياكم ولا نثبت تعالوا زين ولا شانة ملبوسة ملبوسة صح ملبوسة استغفر الله استغفر الله استغفر الله ايه تسوى انا وياكم اخذوا التحية هذا وخلاص يا ولد ازحف عن النور ازحف عن النور ازحف عن النور ها. روح الجنة وين نروح يعني نروح محطة السامر سلامات الجنة جماعة زبطوها أبي صورة كذا ولا شو اسمه افتار افتار زبطوا الصورة هذه افتار بزبطها أنا فرعون صور أذنك ما تصور بس أذن أتمنى أنا أنك ما تصور إني إذا خلصت هذا وجيتك صوتك ماي ويلك كذا لا خلي كذا تصور والله الله اقلع ها مريض انت تصوروا ودعتكم الله يا حباري الله لا يحرمني منكم اتمنى اني ما زعلت احد انا مسامح من اخطا علي قبل اقفل البث انا مسامح من اخطا علي واتمنى ان كان اخطيت على احد بدون قصد بين قوسين ان اخطيت على احد بدون قصد انا اعتذر منه شديد العذر واتمنى منه انه يسامحني لو ما سامحني طق راسه في الطوفه لا امزح انا اسف لكم احبكم معكم اورنس عبد العزيز شاب طموح هاوي